سيدتي آنستي وسادتي، أهلا وسهلا بكم. إدريس الريفي معكم في حلقة جديدة. أعدكم اليوم أن تكون هذه الحلقة أكثر حرارة من الحلقات السابقة. فقبل الدخول أو العروج على الموضوع، أود أن أبدي بعض الملاحظات. الملاحظة وهي أنه قناعتي الشخصية تقول، قناعتي ليست قناعة أي أحد آخر، وأنا أتحمل مسؤوليتي على ذلك، قناعتي أنه إذا استغفر الله العظيم، إذا جاء الشيطان وقال أنا أحارب الشعوذة، أحارب اغتصاب النساء واغتصاب الأطفال، أحارب الرقية، أحارب الرشوة، أحارب الشعوذة، السحر، التكاسل، التقاعس، استغلال الدين، أو بعبارة أدق استغلال كلمات أو آيات القرآن الكريم لتحقيق مآرب شخصية أو سياسية أو أي شيء آخر. إذا جاء الشيطان وقال لي أنه يحارب كل هذا، أقول له أنا معك، أنا معك. إذا كان هذا الشيطان سوف يزيح على هذا الوطن وعلى هذا الشعب كل هذا الشعوذة والتخلف، أقول له أنا معك. ولما أقول الشيطان يعني أقول استغفر الله العظيم، هذا صيغة المبالغة، صيغة المبالغة. فإذا كان بعض المؤثرين الانفلونسور على اليوتيوب أو محاضرين أو دكاترة أو ناس يعني عاديين فتحوا قلوبهم وأدلوا بأصواتهم ليزيحوا هذا الظلم على هذا الشعب وهذه الخزعبلات على هذا الشعب، أقول أنا معه، أنا معه. أن يستغل الدين أو أن تمس مبادئ الدين فهناك نقاش، هناك نقاش، هناك نقاش، هناك نقاش. لماذا هناك نقاش؟ لأنه أي أحد مهما كان يستطيع أن يدلي بالرأي دياله، فأنت حر في أن تتقبل أو أن تمر مرور الكرام أو أن تنتقد بدون شتم ولا سب، ولا سب. هذا توضيح كان لازم، لأنه كان لازم أخرج من هذا المعمعة ديال الفايد والصراع ما بين الفايد وما بين بعض الشيوخ. كان لازم أنه الجميع لازم يخرج من هذا المعمعة ونتكلموا على مواضيع أخرى. الموضوع ديال اليوم نجيب فيه بعض التوضيحات ونقول نحن كمسلمين نظن أننا فوق الجميع، نظن أن
ديانتنا أو عفوا تديننا هو الصحيح، هو الصحيح. فكل ما أتى من قبل أو لكل ما التقيت يعني في الطريق ديالك كناس يعني مسيحيين أو يهود، فعقيدتك تقول بأنه أنت على حق وهم على ضلال. جيد، لأن اليهود والمسيحيين نفس الشيء، لما يلتقوا، لما اليهود يلتقوا المسيحيين المسلمين يقولون نحن على حق وأنتم في الجحيم، والمسيحيون يقولون كذلك نفس الشيء، ما دمتم لا تعتقدون في المسيح فأنتم في الجحيم، والمسلمون نفس الشيء، كل من خالفهم في العقيدة فهم في الجحيم. ونحن عندنا بعض الامتيازات التي نستغلها أحيانا في ضرب الآخرين، ولكن كما يقال من كان بيته من زجاج فلا يضربن الناس بحجر. فالنقاش الآن حول البخاري، أهو صحيح أهو غير صحيح، أهو مبالغ فيه أهو كذا. فبعض المؤثرين لمكي يبارطاج با يعني نفس العقيدة مثل نحن، فكيوضعوا سؤال كيقول لك آتونا بالنسخة أو نسخة البخاري الأولى، إن كنتم على حق بأنه هذا الكتاب مجمع الأحاديث من طرف الإمام رحمة الله عليه الإمام البخاري، فآتونا بنسخة منه. لماذا؟ لأننا نحن كذلك المسلمين نقول للمسيحيين آتونا بنسخة من الإنجيل، النسخة الحقيقية الصحيحة، لأن كلامكم كل إن كتابكم فيه تحريف، ليس كله تحريف، فيه تحريف. القرآن ما قالش كله محرف، قال يحرفون بعض. ونتهم كذلك اليهود ونقول لهم أرونا أين هو كتابكم الأصلي. فكما قلت لكم من كان بيته من زجاج فلا يضرب الناس بحجر. فالناس اللي هما يعني في الجهة الأخرى يقولوا نفس الشيء، آتونا بالنسخة الأولى المدونة من طرف الإمام البخاري رحمة الله عليه. لكن مع الأسف ليست موجودة. ونتساءل ولماذا يجب أن نعطي الحجة للآخرين بأن كتاب أو مجمع صحيح البخاري هو النسخة الحقيقية؟ لماذا؟ القرآن هو الحكم، القرآن هو الحكم، نحن لدينا القرآن هو الحكم، وليس هذا فقط، نحن في صراع فكري وعقائدي مع أناس آخرين ونتهمهم، ولكن التهمة يجب كذلك ألا تنطبق علينا، ولكن هي حاليا تنطبق علينا. فالتحريف عفوا الكتب الأولى غير موجودة، لا أتكلم عن القرآن، لا، أتكلم على
الديانة المسيحية والديانة اليهودية حين نقول بأنه القرآن يكون بأنه كلام محرف لأنهم ليس لديهم يعني النسخة الحقيقية. ف اليهود إذا نظرتم في التاريخ لما نزل الوحي على سيدنا موسى عليه السلام، كلام موسى أو الوحي الذي أنزل على موسى كل هذا الكلام وكل هذه القوانين وكل هذه الآيات كانت تسمى بالقانون الشفهي، القانون الشفهي. يعني كلما كانت يقولوا سيدنا موسى فكانوش الناس كي يكتبوا لأنه كان محرم عليهم كتابة كتابة التوراة. فالحفظ كان مثله مثل المسلمين، الحفظ كانت هي الأداة الوحيدة لحفظ التوراة. ولكن كما نعرف عن التاريخ ديال الشعب اليهودي كانت هناك يعني حروب ونزوح إلى بابلون وإلى بابل وإلى مكان أخرى، فاختلطوا بشعوب أخرى فأصبحت الذاكرة في خطر، أصبحت الذاكرة في خطر. وعلى ما أظن، ولكني لست متيقن، على ما أظن بأنه النبي الله عزير، نبي الله عزير هو الذي كتب التوراة. أقول أظن ولست متيقن 100% بأنه سيدنا عزير هو الذي كتب التوراة. فأصبحت عندهم كتاب مثله مثل الإنجيل أو مثل القرآن. لكن اليهود بعد ذلك كانت اجتهادات، كانوا فقهاء كيدلوا بالآراء ديالهم بتفسيرات ديالهم، فخلق التلمود. التلمود القانون المكتوب، تكلمنا على القانون الشفوي فأصبحنا خلقنا قانون كتاب. والقانون الكتابي هو مجمع لاجتهادات فقهاء ديال الشعب أو الديانة اليهودية. وبعض الأحيان أصبح التلمود يطغى، يعني يطغى على التوراة. بعض الأحيان الناس يستعينون بالتلمود على التوراة، والمسيحيون نفس الشيء. لما توفى الله يعني سيدنا عيسى عليه السلام لم يكن مكتوبا الإنجيل لم يكن مكتوبا، فكتابته حلت سنين وسنين وسنين بعد وفاته. فتدخل العمل الإنساني عند اليهود، التلمود عمل إنساني، والإنجيل كتب من طرف أشخاص، يعني عمل إنساني. وما حال المسلمين؟ حال المسلمين نفس الشيء، أوحى الله إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أوحى إليه بالقرآن، أنزل عليه القرآن وقال أن القرآن فيه كل شيء، كل شيء
كل شيء، كل شيء. لكن تفكروا ولا تنسوا بأن المسلمين في السنوات الأولى بعد ممات أو وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أمم لجيين من ديانات أخرى، مسيحية، يهودية وأخرى. والمسلمين عاشروا أقوام أخرى، فلما تعاشر قوم تتأثر بثقافة القوم، تتأثر بثقافة القوم. فالمسلمون عملوا نفس الشيء. هل كان أمر من الله تعالى بأن يسجل الحديث؟ لا. هل كان هناك أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابة الحديث؟ لا. على أي حال، حتى لا ندخل في نقاش عقيم، المسلمون جمعوا أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأصبح الحديث هو مثابة الركيزة الثانية للعقيدة عند المسلمين. يؤمنون بالقرآن ويؤمنون كذلك بالحديث. فسقطنا في نفس الفخ، في نفس الفخ. لا، هذه فقط عبارة، ليست يعني فقط عبارة، نفس يعني سقطنا في نفس الفخ. فكتاب البخاري عمل إنساني يا ناس، كتاب البخاري الله يرحمه عمل إنساني، إنساني. وكما قال الشيخ الألباني، وأعيدها للمرة الثانية، لما سألوه هل ضعفت بعض الأحاديث، والألباني يعني عاصر القرن العشرين، الألباني أجابهم الله يرحمه، أجابهم بأنه القرآن الحديث عمل إنساني، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عصمة لأحد. معناه أنه حتى ولو قالوا بأن الإمام البخاري كان يغتسل وكان يصلي قبل كتابة الحديث، هذا ليس معناه أنه معصوم من الخطأ. هو بنفسه عمل جبار، إنهم كولوسال، كولوسال يعني كعمل كولوسال، كولوسال. ولكن ليس بمعصوم من الخطأ. لكن الأغلبية تقول وترغم المسلمين أو ترغمنا على الاعتقاد بأنه الكتاب البخاري شيء مقدس. سمعت للخطبة ديال الدكتور كمال فهمي، وسوف أدخل على الدكتور هذا بارسكو دي فوا أحيانا أظن بأنه كلامه لا يعبر على ما يفكر فيه. فكمال فهمي قال في واحد الخطبة دياله، قال بأنه الحرم، القرآن لم يحرم كل شيء، القرآن لم يحرم كل شيء، فلهذا خلق القرآن، خلق الحديث، فالحديث جامع لكلام رسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي، يعني كل ما كان يقوله فهو وحي. وهذا في ظني تفسير خاطئ تماما، خاطئ تماما. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان الوحي ينزل عليه كان كيجمع الصحابة ديالو مهمة أنه كتابة آيات القرآن
اللي نزلت عليه من جبريل، نزلت عليه صلى الله عليه وسلم من جبريل، من سيدنا جبريل. ولكن لما كان يقول شي واحد مثلا أنت في الجنة ولا أنت عمل كذا، ولا يدخل على أعرابي ويتكلم أي كلام آخر ليس بوحي. ولهذا الناس أو الصحابة صلى الله عليه وسلم كان بعض الحين يقولوا أهذا وحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهذا وحي؟ أهو وحي من الله لك تقول؟ لأنه كانوا عارفين بأنه كان لازم يفرقوا ما بين كلام رسول صلى الله عليه وسلم لما كان يجي الوحي، وكلام كأنه رجل يمشي في الأسواق، شيئان مختلفان. الآن كل شيء يبان له مدخل دون لاغور، يقول لك لا، لازمك تأخذ بالسنة ألا وهي القرآن والحديث. يا سيدي، الى اي حد احنا غادي نشوف هذا الموضوع هذا وغادي نختلف ونقول لكم لا تقول لا نعم وما غادي نخرجوا حتى شي نتيجه؟ علاش؟ لانه الدين او القران يمكن لك ان تحوره كيفما تشاء، كيفما تشاء، حتى وإن أردت أن تظلم شخصا يمكنك أن تخرج آيات، ولكن فهموا المعنى اللي بدي أقول، يمكنك أن تخرج آيات من القرآن pour justifier l'acte ديالك. نعم نعم، الهجوم على شعب آخر أو لقوم آخر جيب آية بار، حروب داعش كلها حروب داعش، مجازر داعش، مجازر بوكو حرام، كلها مستوحاة من الحديث والقرآن. فليس هناك أي حل وسط، ليس هناك أي حل وسط. بعض الشيوخ يعتقدون بأنه القرآن والحديث متكاملان، أو كما قال الفهمي في نفس المستوى، في نفس المستوى، وسد الموضوع خلاص، الحديث والقرآن في نفس المستوى. احنا كقولوا لا، القرآن فوق كل شيء، لا شيء يعلو على القرآن، لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء لا شيء. حتى ولو تأتيني بحديث وتقول لي بأنه عقاد، يعني الراسيونال داخل هذا الحديث هذا، وتبان لك بأنها لوجيك، وتعطيك كل قرائن باش تكون يعني لوجيك، وتعارض الحديث، تعارض القرآن، أقول لك لا، القرآن والحكم وليس الحديث. هل هذا، إذا قلت هذا، هل كفرنا بالله وكفرنا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ شروط الإسلام أنك شهادة بين أركان الإسلام، ويخرج المسلم من دينه فقط لأنه قال أنا القرآن على رأسي، الشغل على رأسي، فهمت؟ لكن أحاديث عندي الحق أخذ أو أرفض عن قناعة، قناعاتك تقول لي مثلا بأنه هذا الحديث لا يمكن أن يأتي من رسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، لأنه جامع لكلام الناس. 150 سنة من وفاة رسول صلى الله عليه وسلم إلى جمع القرآن، إلى جمع الحديث، كافية لكي تندس بعض الأمور. كما قلت لكم، نحن نحترم العلماء إذا قالوا بأنه يجب الحديث أو كتاب البخاري يجب أن يقدس، هذا رأيكم ونحترمه، لكن يجب كذلك
أن يحترم رأي الناس، يقولوا بأنه يا ناس لا شيء يعلو على القرآن. لم نقل الناس كيقولك لا هادو قرآنيين أو صنفوا بالقرآنيين. هذه كاينة حتى في كل الديانات، ماشي غير عند المسلمين، كل الديانات حتى في اليهودية كاينين قرآنيين، يعني بما معناه أنه ما كيآمنوا إلا اللي كيجي في التوراة، خلاص تكلمي على التوراة ولا لي ما تكلمش على حاجة أخرى. فالقرآن كاين كذلك القرآنيين على المسلمين، لكن تعريف الحالي للقرآنيين معناه أنه كترمي جنبا الحديد. في نظري أنا هذا ليس صحيح. نقول بأنه القرآن كتاب لا شيء، هو الحكم ولا لي والحكم. أتيني بأي حديث ربما أرتاح إليه، أرتاح إليه. أما تقول لي لعن الله الراشي والمرتشي، هذا حديث، أنا هذا أؤمن به كحديث، وأقول بأنه حديث صحيح، لأنه في الإسلام الرشوة هو من أعظم الأدوات لتدمير أمة، هي الرشوة أعظم وأخطر الأدوات لتدمير الأمة هي الرشوة، وسوف أعطيكم مثال. المثل هو كنت يالله صليت يعني الدراسة ديالي في أوروبا، واتصل بي عن طريق يعني أشخاص كنت أعرفهم، فقال لهم بأنه أنا غادي نستثمر في المغرب واحد الشركة غتكون من البداية، غتكون شوية يعني أن بروجي بيلوت، تكون شوية صغيرة ومن بعد نكبروا أمور نشوف كيفاش كما صنعش. وأنا بغيت يعني نستثمر في المغرب، فخصني واحد يعني اللي ملم بالجيني ميكانيك، ملم بهذه المادة هذه أو هذه الشعبة هذه، باش ياخذ زمام ديال الأمور في المغرب. جات بعض الأشهر اتصل بنا السيد باش يقول بأنه البروجي اللي كان غادي يديروه في المغرب يعني مشى، مات. علاش مات؟ وداه لتونس، اتونسيون، مشى خلى المغرب ومشى لتونس. وسولي يا سيدي علاش، شنو كاين يعني احنا يعني الناس يعني كسون كومبيتون ونكبروا البروجي، شنو كاين؟ قالك لا، قالك ماشي مشكله ديال الكومبيتونس، مشكل ديال كل واحد باغي بيرمي منها، باغي تاخد سميتو بيرمي من هاد البلاصه هادي، تصريح من هاد البلاصه هادي، اعطي كل شيء كيطلب. قال لي لا، هذا يعني سيباراسيون. من الناس كثير من المستثمرين اول شيء كيسولوا عليه وهو ما هو درجه او ما هي درجه الرشوه في البلاد، ما هي درجة الرشوة في البلاد؟ إذا كانت فيها رشوة ما يحطوش رجليهم، الله ما يحطش لهم. وشوف هذا المشروع ربما كان غادي يخدم مئات ديال الناس، ربما أكثر، ربما أقل، على الأقل غادي يخدم بعض الناس. مشى من المغرب وداه لتونس. أقلع عليه. ونرجعوا الموضوع ديال صحيح البخاري او صحيح مسلم. اقول لكم بكل صراحه، كاين واحد برنامج امريكي يعني للدعابه والمرح، ديفيرتيسمون
بعض الأحيان كيجيبوا شي واحد كيقول له أوكي غادي نعطوك جملة قصيرة وغادي نقولوا لك كاين خمسة ديال الناس وغادي نقول لك ها اللي قلت لك دابا يعني شفاهيا خاصك تقولوا للشخص الأول والشخص الأول خاص يقولوا الشخص الثاني الشخص الثالث الشخص الرابع والخامس والمضحك في هاد اللعبة هذه أن الجملة كيفاش بدات وكيفاش سالات عالمان مختلفين تماما يعني شيء مضحك جدا. ف لما كتقول لي مثلا حديث لو تقول لي مثلا عن ابن عباس ولا عن كذا يعني اون او دو بيرسون جوج ديال الصحابه رضي الله عليهم هكذا مشكل. لكن ما كتسلق انت كدير لي عن 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 انا في نظري بانه الحديث مع الوقت ومع يعني اللي سمع واللي فهم ربما الحديث قد يكون ام تي بو التيري. فهمت؟ هذا رايي. احنا لا نشك في لا نشك ولا نسب الصحابه لا نشك ولا نسب الصحابه. علاش؟ لانه الكونتكست اللي كان هما عايشين فيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم والكونتكست ديال حياة المسلمين أو حياة الأمة الإسلامية بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وحروب الردة والغزوات وهذه ليس من السهل أنه في هذه المعمعة كلها الأحاديث تبقى يعني أنت. هذا رأينا ولا نقول بأنه الصحابة نسبهم أو لا نشتمهم. ما كاينش هذا لا اظن اي واحد الا بعض يعني اللي هما يعني كيشهروا يعني علانيه الالحاد ديالهم هذاك شغلهم ما جينيرالمون الناس اللي هما يعني في شقاق مع الائمه ديال البلاد وانه نتهم او يتهمون بالكفر لانه تكلموا على الصحابه ليس هناك شتم للصحابة لا ولا وليس هناك يعني إلزام باش يعني نسبوا صحابة باش نفسروا النظرة ديالنا أو الفكرة ديالنا. تقدر توصل وتفسر وتفهم للناس بدون ما تسب الصحابة صلى الله عليه وسلم لا رضي الله عنهم. عفوا. الحاجة اللي كانت تثير الانتباه ديالي حاجة واحدة كانت تثير الانتباه ديالي وهنو كما قال كمال الفهم قال لك هذا كتاب البخاري مقدس يعني نقدروا يعني نقراو ونفهموا منه كذا ولكن لا شك في القدسية دياله السيد كمال فهمو لا دي فوا يعني دي فوا يعني الدكتور هذا وماشي شاب ولا ساتم اظن بانه الطريقه ديال هذا الدكتور هذا طريقه يعني اورتون ان تي بو ديباسي وما في كما قلت انا ماشي شاتم لما نقول له النصيحه ربما يعني تفيد ان تي بو ديباسي الطريقه ديال الكلام طريقه يعني ديال الخطباء ديال فهمتي ديال الستينات ديال الخمسينات ما بقاش يعني بالدرجه اللي ما بقاش كتاكل بزاف. فكيقول لنا بانه من الاحاديث انه رسول صلى الله عليه وسلم قال بأن
أنه رأى بأنه أكثر أصحاب جهنم هم النساء. رأى أن أكثر أصحاب جهنم هم النساء. هل هذا يعقل؟ هل هذا يعقل بالنسبة لي أنا؟ هل هذا يعقل؟ واش الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يستبق الوقت أنه يعني مشى وزار الجنة وشا يعني زار كذلك استغفر الله العظيم وشاف يعني الناس اللي في جهنم وتعرف بأنه أكثرهم يعني نساء؟ يعني كان نساء حاليا اللي هما ما عارفينش بأنه كانوا ديجا يعني 14 قرن كانوا كيتحرقوا في جهنم. كلام خاصو فهمتي خاصو ما خاصوش يتقال ما خاصوش يتقال. وحتى إلا تقال بشي طريقة يعني كيسة كما يقول بنت كيسوا على الناس حببوا الدين للناس، يعني ما تنفروش الناس من الدين. وكيزيد هاد السيد كمال فهمي في كل خطبة ديالو، مش غير هو ما عرفت شنو واقع في العالم هذا، شافوا بانه كاين حرائق ديال الغابات او ما في امريكا، في كندا، برازيل، لوستخالي، غريس دغيامون، يعني شيء يعني مهول مهول مهول. و كيستشفوا من هذا الشيء بانه هذه علامات الساعه. وحنا ربي كيقول لنا ما الساعه ماشي شغلك، يعني بالعربية بيني وبينكم العربية ديال الصح، الساعة ماشي شغلك، الساعة بيد الله مش بيد أي واحد. وتجي وتخبرون هذه آيات علامة الساعة، إذا خرج هذا أو إذا خرج هذا علامة الساعة، صافي ها هو الوقت ديال 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 الدجال. وحتى الدجال لا وجود له في القرآن. أعيد مرة أخرى هذا رأيي، إذا اشتركتم في نفس الرأي فمرحبا، إن لم تشاركوا رأيي فالله يسهل عليكم ويسهل علينا جميعا. احنا نناقش هذا أمر ديالنا احنا جميعا، لأن الدين ماشي ما عندهمش يعني حقوق تصريف يعني خاصة فقط بشيوخ ديال البلاد. فيقول لك الدجال لا غير موجود في القرآن، وعلاش غادي يكون دجال؟ علاش غادي يكون دجال؟ علاش عندنا استقعدنا احنا مسلمين استقعدنا نفس الثقافة ديال المسيحيين وديال اليهود، نفس الثقافة. كان لازم نكونوا احنا يعني مفترقين من بعض المعتقدات، ولكن سبحانه كنديروا بحالهم. فكرة اعتقدوا كذلك بأن المسيح غادي يرجع، وربي كيقول لك فهمت يعني هو بشر صافي، خذ الروح ديالو كما خذ الروح ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لك لا نبي بعدي. وش واحد كيفهم شي معنى اخر هذه الجمله ام هذا الحديث هذا؟ لا نبي بعدي كيفاش غتفهموا لا وتفسر تقول لي في الاعراب كذا وفي الاعراب كذا والضمير كذا؟ لا نبي بعدي سي تيرميني اوفر، كاينش. وجي اللي بناه السيد المسيح غادي ينزل الله فهمتي، من بعد نفس الايمان اللي عند المسيحيين انه غادي يرجع وغادي ينزل وغادي يقتل. اتونسيون مي غادي ينزل غادي يمحي المسلمين كلهم، لان حنا اوني كلاسي يعني في الطبقه الشريره، فهمتي. غتكون ديك الحرب في ارماغيدون، غادي يكون الحق والباطل، الحق غادي يغلب على الحق، لهم جيهم جيتهم غادي يغلب على الشر
اللي احنا هما يعني اصحاب الشر، فغادي يمحونا، غادي يمحونا. ومسلمين كيقولوا نفس الشيء، حنا مغجين المسيح، فيما تكون شي صخره يقول الصخره ملي توصل لها تقول لك اه راه ورايا مسلم، راه ورايا يهودي، اجي قتلو. ما كاينش في نظري هذا الشيء، ما كاينش. هذه ثقافه مسيحيه، ثقافه يهوديه، ثقافات مسيحيه ويهوديه. لا بعث للمسيح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بعث لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعد يا عباد الله. واش بغيتوا شي، بغينا شي تفسير اخر؟ لا عندكم تفسير اخر وكتقول لي بانه كاين كاين 36 حديث كي اللي كيمشي في الاتجاه هذا. تبارك الله، ما نتعاكسش معكم. انا هذا الراي ديالي، انا هذا الراي ديالي، وفهمتوني جو ريسبكت لو فوت، جو ريسبكت لو فوت. فهمت؟ ما شي واحد يبقى يسم يقول لك لا ما عندكش الحق ولا انا احترم الراي ديالكم، احترموا الراي ديال الاخرين. انا كنقول بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم لا نبي بعدي، وانتم حط لي المسيح عليه السلام حاطينه من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر وكذا ويدير لوردر يعني في سميتو. نفس الشيء، نفس الشيء، حتى 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 اليهود كيتسناو في المسيح باش يرجع. وحنا كنقولوا بانه المسيح اللي كان كيتسناو فيه لا المسيحيين ولا اليهود، انتهى هذا الامر ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى الامر، انتهى الامر، انتهى الامر. هذا الراي ديالنا. ف راه ما كاين لا دجال ولا دنجال، والو، لا هذا ولا هذا. هذه عادات وثقافات، ديانات أخرى، ديانات أخرى، ولم تذكر في القرآن. داكشي كنقول لكم بأنه القرآن هو الحكم، القرآن هو الحكم. إذا احتكمنا القرآن يقول لك ما كاينش الدجال، وما كاينش عودة المسيح بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كاينش، ما كاينش. حتى الكلمة ديال توفيتك ناقشوها كما حبيتو، من الوفاة هي الوفاة. شوف سانك نو والله سانك روايا، سانك روايا. هادي بحالهم، هذا راه ماشي عند المسلمين السنة، حتى الشيعة، حتى الشيعة، حتى هما دارونا ميم شو يا كور بير. قال لك سيدي عندنا الامام، لانه عندهم شي 12 امام، واخر امام كان كان اظن انه ما خلفش يعني اولاد، يعني باش يغارونتي يعني السلاله ديالهم، ما خلفش. فشنو لقاو؟ لقاو الحل انه يقولوا بانه الامام هذا غاب، الامام الغائب، هذا الامام الغائب. باش يقولوا نسال الله يعني التعجيل، تعجيل يعني بظهور الامام الغائب. الحمام شوز بحالو بحال المسيح، حتى هما تاثروا بالمسيحيين وداروا الامام الغائب عنده نفس المواصفات بحالو بحال المسيح. وسير تفهم، وسير تفهم تاعي. يلا ايوا، ملايين ديال المسلمين الشيعة يؤمنون بانه الامام غادي يرجع للارض. فهمت؟ ملي كتكلم مع الشيعة عندهم قناعات يعني سوليد، سوليد بحال الحجر، سوليد، ما كاينش بانه الامام هو امام غائب، امام غائب. ها قلت لكم بانه الناس المسلمين اللي كيمشوا مثلا الدول الاخرين، الدول الاخرى، كيتاثروا ب بافكار وعادات الشعوب الاخرى. سي نورمال، سي نورمال، هاد سي نورمال.
جو كخوا بانه وصلنا لواحد الوقت، وصلنا لواحد الوقت و هذيك القدسيه ديال الكتب البخاري والمسلم خاصه تحيد. في نظري ماشي تحيد، ماشي الكتاب يتحيد، لا حتى راه فما خطا، القدسيه تلك. علاش خاصه تحيد هذه القدسيه؟ لانه الناس من قبل، الناس من قبل ما كانوش عارفين تسول باباك وتسول يماك وتسول عمتك وجداتك شكون هو البخاري، ما تعرفش حتى هو شكون هو البخاري ولا شكون المسلم. حنا ما كناش، ولا لا جينيراسيون من قبل ما كانوش عارفين البخاري شكون هو، ولا مام الامام كي كيخطب ديك العربيه ديالو كيقول كيقول ما فاهمين شنو هو كتاب البخاري وصحيح البخاري، وقال 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 عن ابو هريره وكذا، ما ولا كونيت ولا كونيت. دابا مشكل اللي كيخلع الناس اللي يخدموا في الشأن الديني، الشيوخ ديالنا اللي مخوفهم ومخوفين العالم كله بأنه موجة الإلحاد، موجة الإلحاد تنتشر بسرعة كبيرة، ويجي رمضان يقول لك موجة الإيمان تبارك الله، كتشوف يعني الشوارع عامرين ومساجد عامرين، وبقينا نفهموا والو، واش كاين موجة الإلحاد ولا موجة التدين، بقينا فاهمين والو. فكيقول لك سيبي انه كاين واحد الموجة ديال الإلحاد وحنا خاصنا نوقفوا في وجه هاد الحملة هادي. المشكلة انه هاد حق الوصول الى المعلومات حاليا بالانترنت ما كانش من قبل، ما كانش متوفر من قبل. فلما كان عالم او دكتور كيعمل محاضرة وكيخرج كتاب، شكون اللي غادي يمشي يشري الكتاب ديالو كيتكلم على البخاري ولا كيتكلم على الحديث ديالو ولا شنو العقيدة؟ شكون يعني أقلية كان كيمشيو للمكتبة الإسلامية باش يشروا الكتب هذا؟ أقلية. دابا لاكسي لا فورماسيون عاد يعني لكل الناس، لكل الناس. اللي خاصك هو تابلت، الريزو، والحق المفتوح تسمع اللي بغيتي. والناس عندهم هذيك الفرصة أنهم يتكلموا في المنصات ديالهم ويشرحوا النظرية ديالهم. واحد الشريعة واسعة للناس، علاش؟ لأنه المعلومة متوفرة، متوفرة. ما بقاش داك العناء باش تمشي انت للمكتبة وتسنى الكتاب تيجي وتوصي عليه، لا ما كاينش تما، يلا تقرا وجيب باش بار باش، فهمتي شكون هو البخاري؟ دابا هادشي اصبح يعني اصبح يعني في متناول الجميع. فحنا بدينا كنتخلعوا، واش هادشي كاين في البخاري؟ واش الحديث اللي كيتكلموا عليه اللي قالوه كيقولوه، واش هل هو فعلا في الحديث؟ يعني كاين شي اشياء اللي كيقولوا على الحديث يعني واحد يهبل، واحد يهبل. ما قدرش نقول هذوك الاحاديث يعني احترام، احتراما يعني لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قدرش نقولها، ما قدرش نقولها، لا احتراما، احتراما، فهمت؟ احترام، ما قدرش نقولها. ويجيو يقول لك لا سيدي هذه موجة الإلحاد، نو يفو سميتخ أجور، يفو سميتخ أجور، خاصو يفسروا الناس، يفسروا الناس، ما هو البخاري؟ وشنا هي الصحيح؟ وشنا هو الضعيف؟ وعلاش هذاك الضعيف مازال باقي موجود في كتاب البخاري؟ واش يعني من لازم انه يعني الامام في الجمعه يحط حديث يقول لك سنده ضعيف؟ وعلاش تقولوا من هو سنده ضعيف؟ علاش تخرجوا؟ او لا يجيب الحديث
يقول لك قد ضعفه الألباني وضعفه كذا وكذا. علاش تجيبه؟ علاش تجيبه؟ علاش تجيبه؟ الخوف على الإسلام هذا خوف مبالغ فيه، خوف على الإيمان ديال الناس في المغرب خوف مبالغ فيه، مبالغ فيه. يعني عوض ما ترجعوا في حالة دفاع، ثم في حالة دفاع، وهذا ولي خطير، ولي خطير. لما تكون دائما في حالة دفاع كيصبح واحد المامون كيصبح يعني انهيار من كثرة الدفاع، اصبح انهيار، اصبح ملل، ملل. فعوض ما يكون دفاع خاص يكون منطق ديال ناخذ الخطوات استباقية. كيفاش نتواصلوا مع الناس ونخلو دو كوتي، نخلو دو كوتي هذوك خطب ديال جهنم، وخطب ديال المصائب كلها غادي يديكم لجهنم، والخطب ديال الجمعه اللي كيقول فيها بانه غادي تمشوا للنار، ولا درتوا كذا غادي تمشوا للنار، ولا ما صليتوش غادي تمشوا للنار، ولا ما صليتيش فجر غادي تمشي للنار، ولا درتي كذا ودرتي كذا. فات ما كاين غير النار، ما كاين غير العافيه. زيد انا غادي ندير الفخر، فهمت؟ غادي الفخر، فهمت؟ الفخر ودير الكاس، يلا، فهمت؟ خطوات استباقية، خاص ال مايند سيت، خاص طريقة التفكير، طريقة التفكير خاصها تبدل، خاصها تبدل. الخطاب الديني خاصو يتبدل. علاش خاصو يتبدل؟ لأنه الناس تبدلوا، لأنه هاد لاجونيس هادي كما قلت لكم هي كونيكتي، كونيكتي. والخطر أنه يلقاو قناعات عند الآخرين أكثر ما عندكم نتوما. تكلمي انت غير على جهنم وعلى هذا، ولا قول كيجبدلوا شي حوايج يعني في الحديث اللي كتزعزع الواحد. راك تشوف، يعني لو تشوف المسيحيين وهذا كلمة مسيحيين ليس فيه انتقاد لأي ديانة، ليس فيه انتقاد أي ديانة. المسيحيين مثلا، شوف إلى أي حد، إلى أي حد، نعطيكم غير مثلا، أقول بأنه هو، ما قلتش بأنه أنا موافق، إلى أي حد أنه الكنيسة، إلى أي حد أنه كنيسة نقصت، هبطات من البارم ديالها، أنه رجعات كتقبل حتى الشذوذ، يعني لزوموسيكسيال. ما هذه من قبل كان هما اللي كيحرقوهم، كانوا كيشنقوا باباهم، يعني كانوا كيحرقوهم، كانوا كيتعدوا عليهم، كانوا كيدير فيهم شي فضايح. يعني حتى في لي زاني ميم 50 60، يعني في امريكا والدول الاخرين كان يحصلوا شي واحد مثلا يعني كيعمل يعني هو هوموسيكسيال مع واحد اخر، راه ستان كريم، كريم يدوز باباه، يعني يدوز في المحكمه. لكن الأمور تبدلات، قوانين تبدلات، الناس تبدلات، العقلية تبدلات. فكنيسة رجعت في خطر، تقول أو مع من كنتكلم؟ أنا كنقول الناس في الخطبة ديالي في الكنيسة كنقول لهم بأنه الموسيكسيوتي حرام، والناس اللي حاضرين الكنيسية راه هو موسيكسيال مسكين، يعني هو موسيكسيال ومعتنق يعني بالديانة المسيحية، وانت كديه العافية، فهمتي؟ فهبطوا كثير من الأشياء، هبطوها كثير من الأشياء باش يبقوا يعني متصل بالناس. هذا فقط يعني مثل إلى أي حد أنه الديانة المسيحية قد على جوست، فهمتي؟ كتلعب، فهمتي؟ فاين تونين بحال يعني كت تنقص وتزيد شويه يعني في باش نبقى في نفس المستوى مع الناس المتدينين.
نفس الشيء يعني بالنسبة للديانة اليهودية. أما حنا مسلمين ما كتسمى غير العافية، غير العافية، العافية الله يحفظنا يحفظنا لكم، غير العافية فهمتي، ما كتصليش الفجر، ما كديرش كذا، وانت هذا وحنا هما المشكلة، وحنا هما المخرب. هذا هو اللي مفقصني. هذا انا ديجا يعني دو ناتور ما كنحمش نهضر في المواضيع هذه، ما كنحمش الموضوع في المواضيع هذه. علاش؟ لانه الدين شيء يعني شخصي شخصي شخصي. صليت ولا ما صليتش مع قاطع ماشي شغلي، ماشي شغلي، واش ربي يعني خلقني انا عساس على الناس؟ واش نقبل شي واحد يقول لي، يسول يقول لي واش كتصلي ما كتصليش؟ دخل فيه، ماشي شغلك، ماشي شغلك، ماشي شغلك. ولكن عندي الحق نسولك، واش كتشد الرشوة؟ واش كدير رقية انت؟ بارك الله عليك. مع الدكتور فهمي، مع الدكتور فهمي قال لك سيدي استغلال سمعنا استغلال القرآن الكريم. قال لك استدل بآية أنه إذا أنزل القرآن، ما معناه إذا أنزل القرآن على جبل خشع من خشية الله، شيء بحال الشكل هذا، حتى الجبال يسوي القرآن كيقولها، القرآن كيقولها، كيعطي مثل، كيعطي مثل من لامبورتونس ديال الكلام ديال الله تعالى، أنه حتى الجبال كتخشى من كلام ديال الله تعالى اللي هو في القرآن. وتجيب لي أنت كتاب تقول لي راه يعني يحتج بي على القرآن. ف قال لك جبل الآية هذه علاش؟ انه قال لك في الرقية وصل مرة باش يعني يقرأ عليها القرآن، هو يعني كما الفهمي كان غادي يقرأ القرآن على واحد المرة، ولكن ديك المرة ما تبدلاتش، ما حتى حاجة ما بانت فيها يعني تبدلات. واستدل بهذه الآية هذه قال لك إلا كان القرآن كتقراه على جبل وكيخشع، علاش هي قرات على قرآن يعني ما حتى حاجة، ما يعني هذه فيها شي جن ولا فيها شي عفريت ولا فيها شي نمرود؟ ما سي دو نامبورت كوا، ما سي دو نامبورت كوا، ما سي دو نامبورت كوا. حنا في القرن 21، القرن 21 والخطاب ديال الجن، خطاب الجن وخطاب خطاب العفاريت وخطاب السحر، هذا خطاب ديال القرون، فهمت؟ ودكتور في علم الأغذية وكيقول لك بأنه قرأت قرآن على شي واحد وكان يعني في مس من الجن، لا كان في شي مس من الجن، دي عن شي بسيكولوج، دي عن شي بسيكولوج مسكين، دي عن شي بسيكولوج اش من راقية؟ انا قلت لكم بالقرآن الرقية اللي كديرها انت براسك على راسك، هذه هي الرقية، هي الرقية. لانه كيستدلوا بشي آيات بالقرآن، يقول لك إذا قريت القرآن فهو شفاء، شفاء القلوب. سي فغي شفاء القلوب، بتقرا القرآن تحلو وتقرا وكت كتشوف مثلا سورة الكهف، يعني سورة هذاك السورة ديال 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 الكهف، يعني كتعيش في ذاك ذاك في ذاك في هذاك الوقت ديال السيد اللي مسافر مع قتل ذاك النبي، وكيدوز يعني من بعد مراحل يشفع القلوب. قرا كتهدى. اما ديك الرقية،
راين فود بلوس، هذه عادات مسيحية، عادات مسيحية. ما نقدرش نقول واش عادات يهودية، ما عرفتش يعني، جو سي با يعني، ما خديتش يعني الوقت اللي باش نبحث. ما هي عادة مسيحية؟ اكزورسيزم. اكزورسيزم ملي كتشوف يعني كاين حالات ديال الرقية عند المسيحيين مسجلة عند الفاتيكان، مسجلة. يا سيدي مسجلة، بنا ورا خرج منها، خرج منها الجن وخرج منها كذا. عادات مسيحية، وحنا الدين عندنا مسلك يخرجك من هاد الخرافات. حنا الإسلام عندنا كيخرجنا من هاد الخرافات، من هاد الشعوذة هادي. ولكن هما كيجبدونا باش نكونوا بحالهم. شنو نقول لكم؟ ما كنحبش نتكلم في موضوع ديال الدين، مي عندنا بحال من وقعت القضية ديال الفايد، بحال يعني كلش داك الأنظار موجهة للمشكل ديال الفايد مع الشيوخ والدادايون والقرآنيين والإلحاد وقطر وهذا وهذا، ما بغاوش الخير في البلاد. نو سيدي، حنا بغينا الخير في البلاد، بغينا الخير في البلاد. بين الحديث داوي تجيبوا ليا ولا تقول ليا الرشوة ما كايناش، الاغتصاب نعرف شنو ندير بهم، الاغتصاب عطاهم ليا نعرف شنو ندير بهم، فهمت؟ السحر، علاش السعودية الا تهمك بالسحر؟ بالسحر غادي يقطعوا لك الراس. هاي السعودية المذهب الوهابي هذا كاع، يلا سير عندهم الله يحسوك دير السحر قطعوا لك الراس، قطعوا لك الراس. سيداتي آنساتي سادتي، اسمحوا لي بزاف لأن طولت عليكم في الموضوع هذا، مي ني سامتوني هكا باش نقول لكم هاد الآراء الشخصية ديالي. إلا جرحت شي واحد في المعتقدات ديالو الدينية، ما عندي ما ندير، ما عندي ما ندير. علاش؟ لأنه كما قلت أنا جو سوي ريسبونسابل سو سكو جو دي، مي جو نسوي با ريسبونسابل دو سكو تي أ كومبري. Donc, tout ce que j'ai dit, Anna, je suis responsable. Mais ce que toi, tu as compris, ta responsabilité est encore de toi, non pas à moi. Donc, Anna, quand je fais ce rêve d'Ali, je fais ce rêve d'Ali, je fais ce rêve d'Ali, surtout pour l'Aqida. C'est très, très sensible comme sujet, très sensible. Très sensible. Donc, je fais ce rêve d'Ali, même si l'Abi, عدم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بقيمة صحابة رضي الله عنهم أجمعين، ما سبينا لا هذا ولا هذا. ألور ديك التهمة ديال هادو بايخونا ولا بيخرجوا على الدين والإلحاد، هذا كله خوار في خوار. سيداتي آنساتي سادتي، كنت سعيدا بلقياكم مرة أخرى، وإلى اللقاء.